بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، يعني يصوم 3 أيام أو نحو ذلك متواصل، بلا فطور بلا سحور، ولكن نهى الصحابة رضي الله عنهم. فالصوم المفروض من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإن كان ولا بد من السحور إلى السحور، وأما زيادة على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إنك تواصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا، طعام السحور قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، فالله تعالى يجعل فيه بركة معونة على الصيام وعلى العبادة. فينبغي للمسلم أن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، والله تعالى يجعل في ذلك بركة. تسحروا فإن في السحور بركة، الله يجعل فيه بركة ومعونة على الطاعة. باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني صوم التطوع. وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. هذا في صوم التطوع، إذا كان من الفجر ما أكل ولا شرب، ولكن بعدما طلعت الشمس نوى صوم التطوع، فجائز صوم التطوع، يجوز كذلك. وأما صوم الفرض لا بد أن ينويه من الفجر، من الليل. صوم الفرض لا بد من النية من الفجر، من الليل. وأما التطوع يجوز إذا ما أكل ولا شرب من الفجر، يجوز أن ينوي الصوم في النهار. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم: إن من أكل فليتم
أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. يعني صوم التطوع إذا ما أكل شيء من الفجر ثم نوى الصوم بعد طلوع الشمس جاز، هذا في صوم التطوع. أما الفرض أو القضاء أو النذر أو الواجب فلا بد أن ينوي من الليل. وصيام عاشوراء مستحب وفيه أجر، وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لأصومن التاسع، فيصوم التاسع والعاشر. باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهن. حاء، يريد البخاري أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، أي تخبر أبا هريرة رضي الله عنه. ومروان يومئذ على المدينة، أي أمير على المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. إذا جامع الرجل امرأته بالليل ونام قبل أن يغتسل وطلع الفجر لا بأس، إذا كان الجماع وقع بالليل وإنما تأخر الغسل حتى طلع الفجر يغتسل ويصوم ولا بأس بذلك، هذا من رحمة الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تكميل في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، يعني الحائض إذا طهرت من الليل ولكن أخرت الغسل حتى طلع الفجر تغتسل وتصوم. وكذلك النفساء إذا انقطع دم النفاس بالليل وتأخر الغسل إلى الفجر لا بأس تغتسل وتصوم. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، أي يحرم على الصائم الجماع، وأما أن يلصق جسده بجسدها بدون جماع فهذا لا يضر، ولكن ينبغي أن يتجنب شرب ناسيا ولم يعلم فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، يعني مرات كثيرة،
فالسواك للصائم مطلوب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولكن لم يأمر شفقة على الأمة صلى الله عليه وسلم، فينبغي السواك عند الوضوء، ولكن يحذر أن يبلع الريق. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره، بل قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا عام سواء كان صائم أو غير صائم، ولكن يحذر أن يبلع الريق. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله. السواك يطهر الفم من الروائح والله ويرضي الرب جل جلاله. وقال عطاء وقتادة: يبتلع الريق، يعني ينبغي أن يحذر لا يبتلع الريق. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر قال: حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، ولا بد من غسل المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ولا بد من غسل المرفق، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. سنة الوضوء فيه أجر، إذا توضأت صلي ركعتين، ولكن احذر الوساوس في الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. الاستنشاق أن يسحب الماء إلى أعلى الأنف، وهذا إذا كان غير صائم، أما في الصائم ينبغي أن يستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره، ولكن ورد أن الصائم ينبغي أن يرفق بالاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. السعوط هو ما يوضع في الأنف. وقال عطاء رحمه الله: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرده، أي إن لم يبلعه، إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلق. العلق هو شيء يمضغه النساء، لا يمضغ العلق، فإن ازدرد ريق العلق لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، يعني لا يبلع الريق. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك، ولكن ينبغي أن يحذر في حالة الصيام. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر أن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة، أي من غير مرض، من غير سبب، من غير علة ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
الذي يفطر يوم من رمضان من غير عذر لو صام الدهر ما يؤدي ذلك، لأن أيام رمضان صومها له شأن عظيم، فمن أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فعلى المسلم أن يتقي الله. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد، يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي جامع فيه، وعليه كفارة. حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن هارون، حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن قويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، يعني وقع في معصية. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، يعني وعاء يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. يعني إذا جامع في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم هو وهي إن كانت مطاوعة، وعليه الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. إذا كان ليس عنده شيء وتصدق الناس عليه فيكفر من ذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في معصية. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها عبد أو أمة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر ولا يوم؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل وعاء فيه تمر. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. ففيه معاونة من وجبت عليه كفارة، يعاون حتى يؤدي ما عليه. فقال الرجل: على أفقر مني؟ يعني هل أعطي من هو أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد حرتين، المدينة بين حرتين، والحرة واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فالعلماء رحمهم الله منهم من قال: إذا كان لم يجد شيء يسقط عنه، وبعضهم قال: بل يبقى في ذمته، متى ما تمكن يكفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإيسار،
والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، يعني متى ما رزقه الله يكفر. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ على كل حال الكفارة متى ما رزقه الله يكفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل يعني الوعاء، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك، فتكون كفارة في ذمته متى ما رزقه الله يطعم. وقال بعض أهل العلم أنه يسقط عنه بسبب الحاجة، وقال بعضهم أنها تبقى في ذمته متى ما رزقه الله يكفر. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، أي ولا يدخل. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح، أن القيء إذا غلبه بدون تحريك فيكمل صومه ولا يفطر، وأما إذا حرك بيده وأخرج القيء فعليه أن يقضي ذلك اليوم. وقال ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما: الصوم مما دخل، أي الطعام الذي يدخل، وليس مما خرج، يعني القيء إذا خرج من غير تحريك فلا يتم يومه ولا يفطر، وأما إذا حرك القيء وخرج فيقضي هذا اليوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. فالحجامة للصائم ممنوعة، يؤخره إلى الليل. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فالمحرم إذا أزال شيئا من الشعر عليه فدية، وإذا ما أزال شيئا من الشعر فاحتجم لا شيء عليه. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني إذا احتجم وضعف وزاد الشباب. حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا احتجم يحتجم بالليل. باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي، أي اخلط السويق بالماء. قال: يا رسول الله، الشمس يعني لم تغرب. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس يعني لم تغرب. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده، هنا أشار بيده، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، يعني ظلمة الليل، فقد أفطر الحاجم. إذا غربت الشمس وأظلمت الدنيا أفطر الصائم. المهم غروب الشمس. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فالصيام في السفر إن كان يقوى على ذلك يجوز أن يصوم، وإن أفطر فله رخصة ثم يقضي فيما بعد. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، يعني أصوم متواليا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فالصيام في السفر جائز، والإفطار رخصة إذا كان في رمضان، ولكن يلزمه القضاء فيما بعد. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فتح مكة، فكان في السنة الثامنة في شهر رمضان، خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد اسم مكان، أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد، يعني صام أياما ثم أفطر. فالصيام في السفر جائز، والإفطار رخصة، فإذا أفطر فعليه القضاء فيما بعد. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه.
فدل على أن الصيام في السفر جائز والإفطار رخصة، ثم يقضي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه، يعني كان صائم وظللوا عليه من الشمس واشتد الحر، ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا اشتد على الإنسان الصوم فليس من البر، فعليه أن يفطر، رخص الله له في الفطر ثم يقضي. إذا كان هناك مشقة ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا وقعت المشقة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، رأى الناس مزدحمين ورجلا قد ظلل عليه يعني من الشمس، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا حصلت المشقة فعلى المسلم أن يفطر، يأخذ رخصة الله تعالى ثم يقضي. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، من صام في السفر لا يعاب عليه، ومن أفطر كذلك لا يعاب عليه، لأن الفطر رخصة من الله عز وجل للمسافر ويلزمه القضاء فيما بعد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لا يعيب بعضهم على بعض، الصائم لا بأس أن يصوم والمفطر له رخصة، فلا يعيب أحد على الآخر. باب من أفطر في السفر ليراه الناس، يعني إذا كان يقتدى به. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. باب في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيق، ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة، يعني كان في أول الأمر مخير إن شاء صام
وإن شاء أطعم عن كل يوم من مسكين مخير، ثم نسخ التخيير فوجب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الحامل والمرضع والمريض فهذا رخصة لهم ثم يقضون. وأما كون الإنسان مخير بين الصوم وبين الإطعام هذا نسخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، فالصوم واجب إلا المسافر أو الحامل أو المرضع أو المريض، فرخص لهم في الفطر للعذر ثم يقضون بعد ذلك. فالتخيير نسخ. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، يعني في القضاء لا بأس أن يصوم يوم ويفطر يوم، يجوز التفريق في القضاء، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان، إذا كان يريد أن يصوم 9 أيام من ذي الحجة وعليه قضاء رمضان لا يصلح، أول يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم من العشر، عشر ذي الحجة أول العشر. وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومها ولم يرى عليه إطعاما. إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فهناك قول أنه عليه القضاء ويطعم مكان كل يوم من مسكين. وهنا يقول إبراهيم التابعي يقول: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما. ويذكر أن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس أنه يطعم، يعني إذا جاء رمضان آخر يقضي ويطعم مكان كل يوم المسكين، لأنه فرط حتى جاء رمضان آخر يصومه بعد ذلك، ولكن يطعم مكان كل يوم مسكين لأنه أخر حتى جاء رمضان آخر. ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين إذا أفطرت في رمضان لأجل الحيض كانت لا تقضي إلا في شعبان، لأنها مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخر القضاء إلى شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان كثيرا، إنما كانت تصوم في شعبان قبل أن يأتي رمضان آخر. باب الحائض تترك الصوم والصلاة، يعني تترك الصوم في رمضان وتقضي فيما بعد. وأما الصلاة في أيام الحيض لا تصلي ولا يلزمها القضاء، رحمة من الله. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدًا من اتباعها، أي من اتباع الدليل. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا من رحمة الله تعالى. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، يعني المرأة لم تصلي ولم تصم، ف
فذلك نقصان دينها. وتقضي الصيام والصلاة معفو عنها أيام الحيض وأيام النفاس. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن رحمه الله: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن موسى بن يعين، حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: سمعنا مجاهدا رحمه الله يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويذكر عن أبي خالد. حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريث: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. على كل، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. باب متى فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، أي عندما غربت الشمس. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني ظلمة الليل، وأدبر النهار، أي غربت الشمس من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فالصيام من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا تحققت من غروب الشمس تفطر. حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء أو بنحوه. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.